فريق التجمع الدستوري. تفضل سيد النائب يطرح السؤال. شكرا سيد رئيس. عن تشغيل محطات إصلاح السفن ببعض الموانئ نسائلكم سيد الوزير. جواب سيد الوزير. السيد النائب، انا غنمشي راسا للسؤال ديالكم اللي تكلمتوا على التاخير اللي كاين في بعض المحطات، وانا تنشكركم لانه سؤال كل حال قاصد. عندنا مشكل في الحوض ديال رافعه السفن في ميناء ديال اكادير، وحنا تنعالجوا فيه ان عندنا مشكل مع الشركه كذلك، وعندنا مشكل في حوض رافعه السفن في ميناء اسفير انا تكلمت عليه، وعندنا مشكل في حوض رافعه السفن ديال سيدي افني. وفي هاد الثلاث شهور هذه ان شاء الله الوكاله غتعلن على طلب جديد ديال العروض باش دير تفوت الامتياز. هذا كله بطبيعه الحال المقصود منه هو ان هذه الاحواض يعني تكون مؤهله وتستجب لهاد الاشكالات اللي تيطرحوا بطبيعه الحال العاملين. شكرا سيد الرئيس. تعقيب السيد النائب. تعقيب بعدنا. كاين شي نقطة تضم السيد الرئيس؟ تعقيب السيد النائب، تفضل. تعقيب السيد النائب ومن بعدها تعقيب. تعقيب، مرحبا. تعقيب السيد النائب. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الوزير على المعلومات اللي تقدمتي بها، فقط أنا باغي نحيلك على واحد الرقم السيد الوزير. 250 باخرة الآن. في المحور ديال الداخل حتى الاكادير كتنتظر الاصلاح 250. هذه فرص استثماريه كبرى، هذه فرص ديال العمل، مع العلم بانكم درتيو تجهيزات على مستوى مجموعه من الموانئ بما فيها الميناء سيدي افني وديال طنطان وديال العيون وديال بوجدور. ما كنفهمش علاش الوكاله ما غادياش بنفس السرعه باش غاديه الحكومه. اليوم درتوا واحد المبادره على مستوى الصويره والناظور، جبتيو نتوما الرافعات وحطيتهم، علاش ما دارش نفس المبادره في سيدي افني ونقصوا الضغط الان الموجود؟ لان الاشكال اليوم النجاح ديال المخطط ديال اليوتيس هو اللي اعطى ان السفن اليوم بدات كتشتغل وكتقلب انها تصلح وتبني، في حين انه البلاد بحال المغرب اللي كنا كنتوقعوا انها تكون بلد رائد في بناء السفن كنلقاو واحد المجموعه ديال الاحواض المعطله. سيد الوزير، لا بد الوكاله تمشي بسرعه اكبر، موانئ كثيره معطله، ونبغي نتكلم على ميناء ديال سيدي افني لانه بالفعل الميناء ديال الترفيه من نهار اللي تشنو صاحب الجلاله في 2000 لم يتم تشغيله. ايضا هذا الحوض هذا اللي كتعقد عليه الساكنه امال كبيره على مستوى التشغيل ايضا، وكنعرفوا حنا هاد الاحواض شنو هي الفرص الاستثماريه الكبرى اللي كتعطيها، كنعرفوا الحداده والبنايه ديال السفن الى غير ذلك. ما كنظنش بانه مخطط ديال اليوتيس بالطموح ديالو بالسرعه ديالو انتم والعمل اللي كتقوموا به على مستوى. شكرا لك سيد النائب. نقطه نظام، تفضل سيد النائب. سيد الرئيس، سيد الوزير، طلبنا له طلب لقاء ما عطاناش، سالناه في قبه البرلمان. لا سيد النائب، لا سيد النائب، طلبتي نقطة، لا نقطة نظام في إطار تسير سيد النائب. إلا كان عندك شي حاجة قولها في تعقيب إضافي. هل هناك تعقيب إضافي فيما يخص السؤال؟ تفضل سيد النائب العدالة والتنمية. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، حول تشغيل الحوض الجاف بميناء راس كبدانه بالناظور نعقب، انتهت الاشغال منذ سنتين ولحد الان يعني لا يشتغل. جمعيه ارض ومراكب الصيد يعني يعانون الامرين من طول التنقل حتى ميناء بلنصار للقيام بالصيانه، لذلك سيد الوزير نرجوكم التدخل من اجل تفعيل هذا الحوض الجاف وشكرا. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ سيد الوزير تفضل رد على التعقيبات. سيد الرئيس، انا بغيت السيد النائب سيد النائب انا تنحترمك سيد النائب، لكن ما تلمعش الصوره ديالك على حسابي. سيد النائب، انا تنقول انا تنستقبل باستمرار الساده النواب وتنستقبلهم ايمانا بالمسؤوليه ديالي. ملي تطلب موعد سيد النائب تتاخذه، لكن كاين لائحه ديال النواب اللي خصها تحترم. فرجاء رجاء ماشي قدام الراي العام تتقولش غنديروا لهذا السيد الوزير، هذا كلام لا يليق. فيما يتعلق سيد الرئيس بالقضيه ديال الحوض، سيد النائب انا تنتكلم فعلا. لا، الحوض ديال سيدي افني شنو الاشكال اللي وقع فيه؟ دار طلب العروض وما جابش. دابا الى عاود درنا طلب العروض وما جابش، الراجح ان الوكاله غدير بحال اللي دارت الصويره ودارت فراس كبدانه غتشري. فيما يتعلق بطبيعه الحال واحد العدد ديال شكرا لك سيد الوزير.